تحياتي للجميع. غادي ان شاء الله دابا في شارع القاهره، غادي ان شاء الله للمسجد ديال القيصريه الجديده، يعني سوق البرارك. جاني الخبر انه فيه قارئ للتراويح ليلة الفز، قارئ صاحب الصوت الجميل، الصوت الرنان. غنتبعوه ان شاء الله بحوله وقوته، حتى هو كما نقلنا الرأي ديالنا في شتى المساجد، كمسجد السلام ومسجد أنس بن مالك ومسجد الإمام مسلم ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد النعمان. جاء دور مسجد القيصرية الجديدة، هذه مدة ما فرشوا على برا مع كورونا، مع العام اللي فات ما فرشوش، كانوا كيصدوا على الداخل. هذا العام قرروا باش غادي يفرشوا، على ما جاني الخبر. ان شاء الله استمتعوا بصوت القارئ المتميز بلال الفز، الذي يشغل بمؤسسة آية الوكوس، ومعروف وسبقنا نقلنا له مرارا القراءة ديالو المتميزة، على ما أظن هو اللي كان في الكو ديال العام اللي فات، الله أعلم. المهم نحن في الطريق، قلنا ولو نوصلو إن شاء الله المسجد اللي كيسميوه العامة مسجد سوق البرارك. وتحية للأحباب في كل مكان، تابعونا على صفحة العرائش للقرآن الكريم، راه عندي تجبروا في الوصف، بغيت تتبعوا القراءة القرآنية لا على القناة ولا على الصفحة. والله ولي التوفيق، نتمنى من الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل للإشارة في المسجد ديال سوق البرارك. أول مرة كنزل ليه، وكان السبب هو السي مهدي بوحاجة، قال لي راه كاين واحد المقرئ تما زوين، واللي يرجع للقناة راه غادي يجبر القراءة ديال السي محمد بن فضل اللي كاين دابا في السلام، واللي كان في 2016 كيقدم تما. واليوم إن شاء الله طواكسية واقفين هنا سادين الطريق، إذا خصنا نشوفو شي طريق أخرى. مسجد البدوية وصلى فيه خارج المسجد هنا، المسجد البدوية اللي حدا المحطة القديمة. نضطرو نقلبو الطريق، شارع علان عبد الله، نحاولو. الحمد لله العريش كتمتع بقراءة متميزة التراويح، لمن نقول الأسماء، أسماء لا تحصى ولا تعد، الحمد لله غنية المدينة بالقراء. دار القرآن راه هي اللي كتعين، كل شيء ولا ممنوع. اللهم صل على النبي. تبقى في العريش تغير المسار، ولات اتجاه واحد. انتم كتشوفوا الان انا وصلت للمحطة، نضطر باش نمشي نيشان باش نوصل، ما بقى لي والو ان شاء الله نوصل لمسجد القيصرية الجديدة. الله يتقبل الجميع، الله يوفق الجميع يا ربي. هذا فيديو عابر، هذا درته باش نذكركم ان هذا المسجد راه تقام فيه صلاة التراويح. خارج المسجد وداخله، داك الباحة الخارجية ديال سوق برارك الطويلة، هذي كلها كتمتلئ كالعادة سنين هذي، وهذا الأمر كيكون. حنا وصلنا، إذا السلام عليكم ورحمة الله.